أنا ما أتكلم عن قوة البنيان أو صلابة البنيان، أتكلم عن هندسة البنيان. هندسة البنيان غير ملائمة للسكن الأفراد فيها. أنا ما تكلمت عن 4 سنوات الشرق الحد ما فيه خدمات، يعني اللي بيشتري ماي أو حليب حق ولده لازم يركب سيارة ويروح الحد القديم ويرجع. هذه أنا تكلمت والوزيرة دايركت والحمد لله قاعدين نحل هاي المشكلة. بس من ناحية ترميم اللي كلفت المواطن اللي ساكن في شرق الحد وخلته يقترض من البنوك، أنا أطالب أن وزارة الإسكان تعيد النظر في الأقساط. إحنا نطالب بخفض القسط إلى 50% للناس اللي تضرروا واللي خذوا سلفة من البنك، واللي قدر يستلف واللي ما قدر لأن يمكن ظروفه ما تسمح له يتسلف من هذا المبلغ. فإحنا عندي أنا عريضة كبيرة حوالي 1500 شخص موجودة، أقدر أرسلها لها إذا هي تبغي أن الطالب بخفض القسط الشهري 50% حق يتناسب مع قسط القرض اللي ماخذه من البنك. وأشكرك سعد.